بسم الله الرحمن الرحيم. رحب بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من فرصه. دكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه كان ليه كلام جميل بيقول فيه: لا راحه لمؤمن الا بلقاء ربه. كثيرا منا يفهم هذه العباره خطا. لا يشترط ان يكون اللقاء بعد الموت، فالعلم لقاء، والذكر لقاء، والتفكير والصلاه والصدقه والمناجاه لقاء، وقيام الليل وبر الوالدين وقراءة القرآن وصلة الأرحام لقاء، وزيارة المريض والأدب مع الناس والتودد إلى الناس وتفريج كروبات المسلمين لقاء. فهل أدركنا كم فرصة للقاء؟ قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا بينورني النهاردة الدكتورة سامة حزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، وهنتعرف منها على لقاء ربنا اللي مش بس هيكون في الآخرة ولا بعد الوفاة، ممكن يكون فيه لقاء في الدنيا، وده بيبقى أحسن لقاء. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، نورني من جديد. الله يكرمك. نتكلم النهاردة بقى عن لقاء الله. الناس بتفهم إن لقاء الله اللي هو خلاص يعني رايحين نقابل ربنا، فبعد الوفاة بقى هيبقى ده اللقاء الأبدي. ولكن في الدنيا فيه لقاءات كتير قوي، احنا ممكن كل لحظة وكل ثانية يبقى في لقاء مع الله، فإزاي احنا نطبق ده عملي في حياتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالعباد. لما اختار يعرفنا بنفسه قال ايه في الفاتحة اللي احنا بنقرأها في كل صلاة؟ الحمد لله رب العالمين. صفة رب العالمين ايه؟ طبعا ربنا له العديد من الصفات، ولكن اختار ان احنا نقول الرحمن الرحيم عشان الانسان يستبشر، عشان القلب يكون مطمئن، عشان دايما الواحد يقول انا مهما حصل لي، حتى لو انا شايف المشكلة او انا عندي ضيق في الحياة، فالواحد كده يفتكر ايه؟ الرحمن الرحيم. التابعين والصحابة والسلف الصالح كانوا دايما بيقولوا إن الراحة في لقاء ربنا سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا أو في الآخرة. لو في الآخرة ليه؟ لأن أنت لما هتقعد تتعب في طول حياتك، أول ما هتقابل يعني اللقاء بقى مع ربنا في الآخرة، خلاص مفيش شغل ولا تعب ولا أي حاجة، وقت الحصاد هو بقى. هو ده وقت الحصاد، مش وقت الشغل. طيب ولو في الدنيا الراحة مع ربنا في إمتى؟ مثلا في قيام الليل، لما الواحد يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجيه من غير ما يتكسف، من غير ما يخجل. عارف حضرتك من الحاجات الحلوة اللي في التوبة عشان كلنا نعرفها، أول حاجة تشريع التوبة، ده فضل من ربنا، فضل كبير صلاح. يعني ربنا شرع التوبة عشان الواحد يفتكر كده، ما يبقاش مكسوف وخجلان وهو واقف بين يدي ربنا. لا، ده في أمل، ده ربنا أصلا شرع التوبة، هو يعلم ما تفعلون. اللي هو يعني لما تعمل حاجة تعالى تاني، في وقت. مجرد إمكانية التوبة فضل من ربنا، قبول التوبة فضل من ربنا، فكده عندنا فضلين في التوبة. فالواحد لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بالليل يناجيه، يقف مش هيخبي حاجة، يقف بيعتذر ويقول يا رب سامحني ويعفو عني، وعارف ان ربنا ارحم الراحمين. ده الآية الكريمة بتقول ان الله بالناس لرؤوف رحيم. بالناس يعني بكل الناس، مش بجنس معين ولا بشخصية معينة، لا ولا هي واحد يعني حاجة عامة لكل الناس يعني. عارف كمان حضرتك الناس اللي هم اجتهدوا في عمل الصالحات ربنا سماهم ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أضافهم لنفسه. إلى نفسه بصفة إيه؟ الرحمن. جميل التعبير يا دكتور، عباد الرحمن اللي هو أضافهم لنفسه سبحانه وتعالى. فإحنا لما نفكر كده نلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. حتى كان الصحابة وهم بيتضرعوا في الدعاء إلى الله يقول يا رب إحنا شيء من الأشياء اللي أنت خلقتها، يا رب اجعل لنا نصيب من رحمتك. فنقعد نفكر كده، لا ربنا رحيم صحيح. الآية بتقول إيه؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. يعني صفات الرحمة كتير لكن العقاب في جزء واحد. لكن قبلها كان غافر الذنب وقابل التوب، يعني تعالى يا أيها الإنسان ما تخافش، رحمة ربنا واسعة. فأنا لما أقعد أفتكر كده، لا ده وأنا واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى أقول كل حاجة. وطبعا احنا عارفين إذا ألهمتم الدعاء رزقتم الإجابة، فما أقعد أفكر كل ده، لا أنا أجتهد عشان أكون أهل وأستحق الرحمة. طيب أنا أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، يعني هل ده بقى ينطبق على ان احنا بس في الآخرة، ان احنا يعني اللي يحب لقاء ربنا ان هو يبقى عايز يموت بقى ويعجل بلقاء ربنا في الآخرة، ولا ممكن نحب لقاء ربنا في الدنيا؟ يعني برضو في وقت ان انت عايز تحب لقاء ربنا وانت موجود في الدنيا. طبعا من تقرب الي زراع تقربت اليه باع، واللي بيتقرب شبر ربنا بيتقرب اليه زراع. يعني ابدأ
يا أيها الإنسان ونادي ربنا سبحانه وتعالى. تعرف حضرتك من رحمة وقال الآية الكريمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أدي آية. الآية الثانية وإذا سألك عبادي عني مش فقل لهم إني قريب فإني قريب الذي تولى الإجابة بنفسي الله سبحانه وتعالى. يعني وإذا سألك عبادي برضو ربنا أضفهم إلى نفسي. أجيب دعوة الداعي إمتى؟ إذا دعان. يعني مش الدعوة قلهم يقولوا وبعدين أنا هستجيب، لا اعتبروا الدعوة مجابة. يعني هنا الدعاء برضو دكتور شكل من أشكال اللقاء مع ربنا سبحانه وتعالى، أن أنت قعدت في مجلس وخلاص أنت هتقابل ربنا فهتدعي له. أيوة طبعا. أو هتدعي إليه. حضرتك الدعاء ده بالذات يعني من أفضل العبادات، ليه؟ لأن هو في ترجمة عملية لليقين. يا رب أنا أعلم أو أنا خاضع ليك، يا رب أنا ما عنديش قوة ولا حول، ألجأ إليك، ألجأ إلى حولك وقوتك، كأن أنا يعني هو أنا بستغيث بربنا سبحانه وتعالى وبطلب منه الرحمة. طبعا عشان كده نقول سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعلينا طبعا إن إحنا نفهم كل المعاني دي ونبتدي كمان ان احنا نحاول ونسعى ونجاهد نفسنا ازاي نكون افضل، ونفتكر ولقد كرمنا بني ادم. يعني ربنا سبحانه وتعالى من نعمته ومن فضله علينا ان هو جعلنا احنا مكرمين. ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيدي، يعني فضل ونعمه ورحمه. كل ما افتكر كل الكلام ده، لا ده الانسان يعرف اولا هو قيمته ايه، والمهم يشتغل ايه، يعمل ايه على نفسه يعني عشان يكون افضل وعشان يكون يحاول يجاهد. هو يفهم بس حقيقة الخلق نفسه، ربنا خلقنا ليه وجابنا هنا الدنيا عشان نعمل ايه؟ لان في ناس بقى غايبة عنها الموضوع ده دكتور، بالذات ان احنا بنشاهد دلوقتي برضو ايه موجات الالحاد والحاجات الغريبة اللي بتطلع. لما نيجي تناقش مع حد هو بيبقى فعلا دماغه للأسف الموضوع مش واصل له الفكرة، مش واصل فكرة الكون نفسه، ان ربنا خلق الكون ده ليه؟ والكيفية اللي ربنا خلقه بيها ومحتاج مننا ايه نعمله عشان بس يبقى احنا وجودنا هنا ليه سبب. طبعا لما الواحد يلاقي نفسه كده متخبط ومش عارف يرسى على حقيقة معينة، عليه ان هو يرجع للقرآن. لان هيجد في القرآن الطريق اللي هينوره هو ماشي في الدنيا ليه. هو ربنا سبحانه وتعالى اختار ان القرآن تكون هي المعجزة الخالدة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان لما الواحد يكون عنده تشويش في افكاره يرجع للقرآن. بس علينا واحنا بنرجع للقرآن احنا مش بس ناخد المعنى بالعموم، لا نفهم كل آية جت ليه. طبعا تدبر. انا مش عارف، ربنا قال لنا على التدبر حتى في القرآن. ايوه افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. نتدبر ونسأل، لان طبعا ناس كتير مش متخصصين. فعلينا ان احنا نجتهد ونسأل المتخصص عشان وما اكثرهم والله يا دكتور في الزمن ده اللي مش متخصصين وكله بيتكلم دلوقتي بالذات في موضوع الدين. للاسف بقى كله يطلع يتكلم وخلاص، والسوشيال ميديا بقت فاتحه الموضوع زياده عن اللزوم. ما هو حضرتك عشان كده الامر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الذكر هنا الناس المتخصصين في كل علم. يعني هتلاقي حضرتك ظاهره صعبه قوي ان كل واحد بقى بيفتي في مجال، حتى في الطب طبعا، حتى في مجال الاعشاب، حتى في مجال اي حاجه، ومجال الدين طبعا. كل واحد عنده معلومتين وعايز يجمع مثلا يبقى له صفحه كبيره، يفضل يقول معلومات. طب وكل واحد داخل ياخد منه وخلاص من غير ما يتبين. فالواجب على الناس انا بدور على معلومه في اي مجال من المجالات، عليا ان انا اعمل ايه، اخدها من الناس المتخصصين فيها عشان يبقى انا بجيب كلام مظبوط. طيب انا عايز اسال على حاجه خصوصا في الدين، خصوصا في الفكر. ليه في الفكر؟ لان دي الحاجه اللي هتوجهني انا همشي ازاي. دي حاجه مش بسيطه، مش عشان هي مش حاجه ملموسه، لا افكاري هي اللي بتحدد السلوك طبعا، وهي اللي بتحدد انا هعمل ايه في حياتي. طيب انا مستمتع بالحديث مع حضرتك، نطلع فاصل ونكمل بقى الكلام ونشوف احنا بقى ايه ازاي نطبق فكرة لقاء ربنا سبحانه وتعالى. وفي بقى صور كتير، يعني يحفظ الله يحفظك، ان ربنا هتلاقيه تجاهك لما انت بتحفظه، وفي نفس الوقت انت برضو لما بتفرج كروبات الناس وتخفف عنهم، ده صور من صور لقاء ربنا سبحانه وتعالى. نطلع فاصل كده ونكمل مع حضرتك. فاصل اعزائي المشاهدين ونكمل حديثنا الشيق مع دكتورة سماح حزب، ونشوف بقى تطبيق العملي للقاء ربنا سبحانه وتعالى وازاي ان احنا نقدر نطبقه في حياتنا. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مره تانية اعزائي المشاهدين، بنكمل حديثنا مع الدكتوره سماح حزب، والنهارده بنتكلم عن لقاء ربنا سبحانه وتعالى وازاي يبقى لنا لقاء في الدنيا، مش بس ننتظر اللقاء في الاخره اللي ان شاء الله يبقى اعظم لقاء باذن الله. بس نشوف بقى ازاي احنا نقدر نطبق اللقاء ده عملي في حياتنا، ولو ان احنا يعني نروح بقى نشوف الاماكن الصعبه، نشوف الحاجات اللي ممكن نخفف بيها عن الناس الام، الاماكن اللي ممكن نساعد بيها الناس، فده يبقى لقاء ربنا سبحانه وتعالى.
اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. احنا بنتكلم بقى على لقاء ربنا، وازاي برضو ان احنا يبقى لينا لقاء في الدنيا، ونحاول يبقى لينا اعمال تخلينا قريبين من ربنا سبحانه وتعالى. سورة الكهف أكترنا بيحرص على قراءتها، وهي طبعا ليها فضل طبعا وهي ليها فضل كبير. انتهت سورة الكهف بإيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني إحنا عندنا موعد مع يوم اللي هو يوم الحساب، أعمل إيه عشان أستعد لهذا اليوم؟ يعني عارف حضرتك في بعض الناس يقعدوا يقولوا إيه، طب اليوم ده هيكون فيه الناس واقفة إزاي، طب شكل اليوم ده إيه، دي كلها غيبيات إحنا مش هنقدر نوصل مش هنقدر مخنا يدركها. لكن اللي نقدر ندركه هو ان انا اعمل ايه عشان اكون سعيد في اليوم ده، عشان ده يبقى يوم النجاح والفرحه. لا مش مهم الكيفيه بتاعت اليوم، شكله عامل ازاي، المهم انا حالي هيبقى عامل ازاي في اليوم ده. ايوه، يعني كل واحد يدور على نفسه كده، انا اكون ازاي، لكن ايه اللي هيحصل في اليوم ده الله اعلم بيه. بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتحكم فينا. فجت الايه تقول لنا ايه، فليعمل عملا صالحا. وثابت الايه ايه هو العمل الصالح، عشان كل واحد فينا يعمل اللي يقدر عليه. ودي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى انه لم يحدد نوع العمل، عشان ممكن ناس تانية ما تقدرش. يعني مثلا لو ربنا سبحانه وتعالى قال ان العمل الصالح هو الصيام، ناس كتير ممكن ما تقدرش عشان تبقى تعبانه مثلا مش قادره. لو حد، لو ربنا كان قال لنا مثلا ايه الصلاه او الانفاق، ما كانش كل الناس هتقدر عليه، فعشان كده تعددت الاعمال الصالحه. ودايما نلاقي اغلب القران الايات يعني بتقول الذين امنوا وعملوا الصالحات، مش صالح واحد. وهنا برضو ده اي جنس العمل الصالح، يعني مش حاجه واحده، لان الواحد ينوع من العبادات عشان ياخد من الخير الموجود في كل عباده. لو فكرنا العبادات عندنا اول حاجه هو الذكر. ليه الذكر؟ عشان ده اللي بيطرد الشيطان، ده اللي بيطمن قلب الانسان، فيخلي عنده استعداد وتشجيع على انه يقدم على باقي العبادات. عندنا طبعا الصلاه والانفاق. الانفاق ده عباده مهمه جدا، لان هي بتنفع الانسان وبتعود على الاخرين طبعا. واحنا النفع بقى هنا عام، بيتخطى الانسان نفسه الى ايه، الى غيره. ونفع الانسان ده رحمه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من لا يرحم لا يرحم. يعني احنا زي ما اتكلمنا قبل الفاصل، كلنا نفسنا في رحمه ربنا سبحانه وتعالى، فنعمل ايه، نبتدي ان احنا نقدم ده للناس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طب احنا ممكن نشوف تقرير كده لجمعيه البر والتقوى ونعلق عليه مع حضرتك، ونشوف بقى الصوره الحقيقيه للاعمال دي. جميل شكل الزرع دكتور، ومبهج فكره ان انت بتبقى قاعد في وسط الحاجه دي. والدكتور رمضان قال كلمه جميله قوي، اجمل حاجه تعملها انك تموت وحسناتك ما تموتش. يعني انت تسيب الدنيا وتمشي، وبعد كده لا، حسناتك شغاله زي ما هي. حضرتك الاول لشكل الزرع ده، ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. سبحان الله. يعني بص كده ايه الانسان، الحدائق اللي ذات بهجه، يعني شوف حضرتك الاسم نفسه مبهج، مبهج. والمنظر يدل لينا على ايه؟ بص للارض بدل ما كانت صحراء، انت قدرت تساهم في تحويلها لحاجه مبهجه تسعد الناس في عده امور، سواء انت بتفرج كرب، او ان انت بتساعد في تشغيل الايدي العامله، او بتوصل طعام لحد. بس الدكتور رمضان كمان بيقول لنا ايه، ان اجيال واجيال نستفيد منها ايه، نستفيد منها ازاي ان انت تزود من عمرك البركه في العمر. انت ربنا قدر لك انك تعيش مثلا 60 سنه 65 سنه زي ما ربنا قدر، لكن ازاي بقى اخلي الثواب والاعمال اكتر من كده، ان انا اركز على الاعمال. امتد بقى ال 100 سنه 200 سنه انت بقى ونصيبك. الاعمال اللي هي بتقعد الاثر بتاعها وقت طويل. الصدقه الجاريه اللي هي الانسان خلاص انقطع او فارق الحياه والاعمال لسه شغاله ومستمره، هي دي البركه. وده مفهوم الناس اللي هي عارفه حقيقه الدنيا، ان فكره ان انت قاعد هنا فتره قليله ومشي، فلما تمشي هتسيب ايه وراك، هو ده اللي انت رايح له بقى. عارف حضرتك الصالحين كان دايما بيقولوا ايه، لو انا مشيت من بيت اللي بيت تاني، شقه تانيه، هل انا هسيب حاجه في الشقه الاولانيه؟ لا، لا خلاص، هاخد كل حاجه معايا. فانا دلوقتي ماشي من الدنيا هسيب فيها ليه؟ انا اخد كل حاجه معايا وانا ماشي. فلما اقعد افكر في الفكره دي، فعلا انا همشي من الدنيا، طيب انا خدت ايه معايا هناك؟ انا بعمر لايه؟ بعمر لبيتي التاني اللي هو هقعد فيه وقت طويل، اللي هو فعلا ده البيت الحقيقي. فانا لما اشوف حاجه زي مزرعه البر والتقوى دي، الاقي ان ده خير كبير. يعني مثلا النخله بتقعد كام سنه اللي موجوده هناك؟
الشجر بتاع الفواكه ده ساهم في كام حد ان هو ياكل. كمان في ناس ممكن فعلا حرفيا زي ما بنشوف الحالات ما فيش عندها لا فاكهه ولا اكل قوت اليوم. يعني الحاجات الاساسيه مش موجوده. الاطفال الصغيرين اللي بيبقى نفسهم في الفاكهه، وانا يعني اقعد كده افكر ان انا كنت سبب في ان انا اوصل لهم حاجه هم نفسهم فيها. هو مش مجرد بس توصيل الاكل، ده كمان الفرحه بتاعه الطفل. تخيل كده حضرتك لما انا ابقى قاعد ومتخيل ان انا دلوقتي تسببت في فرحه كام طفل صغير كل امنياتهم في الحياه ان هم ياكلوا اكل زي باقي الناس. لا، وموضوع المزرعه برضو من الحاجات المميزه فيه فكره الوقف، ان هو في ناس بتشتغل، في ايدي عامله بتستفيد، في ناس بيبقى ليها برضو ايه ان هي عمل بدل ما هم مثلا بيبقى عالي على المجتمع، لا بيشتغل في الحته دي فبيستفيد برضو، فهي منفعه عامه للناس. هي ما شاء الله جمعيه البر والتقوى بتراعي الاصلح للحالات اللي هي بتساعدها. يعني في مثلا حالات بتقدر تشتغل فيقوم يوفر لهم شغل في حاجه زي المزرعه، عشان هو يبقى بعد كده ده تفريق كرب عن رب الاسره ان هو كان شايل الهم ازاي هيصرف على الاولاد وازاي هيجيب يعني متطلبات البيت، فهو قادر يشتغل ياخد يروح الشغل. لكن في ناس بقى اللي هي ايه الاطفال الصغيرين او المرضى، طب دول بقى ياخدوا ازاي من المزرعه؟ ان بيروح من الدخل او من المزروعات اللي بتطلع من المزرعه، فاستفاده. فالجمعيه بتراعي ايه الانسب لكل شخص. كمان دي صدقه جاريه كان فيها كمان فيها سمك، المزرعه في مزارع سمكيه فدي برضو حاجه مستمره. فاحنا نلاحظ ان في المزرعه فيها تنوع. انا بقى وانا بساهم في المزرعه دي افتكر وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. انا بساهم فيها وببتغي الاجر من الله سبحانه وتعالى، هو ده العمل الصالح اللي انا عايز اسعى واساهم فيه. يعني فكره برضو ان هي ايه، مش ان انا بتفرج فانا شايف الموضوع كده، لا، انا فكره المساهمه وان انا اشارك، لان ده في الاخر ثواب ممتد، ثواب مش قاعد مثلا فتره وهيخلص، زي مثلا في حاجات بتتعمل وقتيه ان انا بجيب حاجه فبتخلص في نفس الوقت، لا ده عداد حسنات كده شغال زي ما حضرتك بتقولي الصدقه الجاريه. ايوه، وخير الصدقه ما اغناه. يعني ايه هي افضل صدقه؟ اللي تغني اللي قدامي عن السؤال اللي تكفيه. فالمزرعه لو ما يبقاش محتاج بعديها، فالمزرعه فيها الخير ده ازاي؟ اذا كانت حتى صدقه جاريه، يعني الحاجات اللي هي بتقعد وقت طويل ده رايح خيرها للناس. طيب واذا كان مثلا انا كفيت اللي قدامي دلوقتي في ان انا وفيت له فرصه عمل، او ان انا جبت له الاكل بتاعه عشان يكفيه دلوقتي، او ان انا ساعدت طفل كان صغير وكبر وهو بيجي له كل شهر من المزرعه العائد اللي بيجي له العائد. فانا ما افكر في كل ده الاقي ايه الخير الكبير ده. طبعا خير وثواب كبير جدا. احنا معانا تقرير تاني برضو لجمعيه البر والتقوى في خير برضو، نبص عليه كده ونرجع نعلق عليه مع حضرتك. اجمل حاجه دكتور في محطات التحليه او صدقه الماء عامه، الواحد بيشوف فيها برضو لمسات وفاء. فكره اليافطه اللي مكتوبه ومكتوب صدقه جاريه على روح فلان، دي بتجسد فعلا وفاء للاشخاص اللي تركوا الحياه. واحنا خلاص هم دلوقتي انت مش محتاج منه حاجه، او هو مش هيشوف ده دلوقتي، بس انت وفاء منك بتعمل له حاجه زي دي. هي فكره محطه الميه او البير فيها وفاء وفيها رحمه. وزي ما شفنا في التقرير كمان الرحمه بكل المخلوقات مش بالانسان بس. بس ناخدها واحده واحده كده. نتخيل دلوقتي انسان ما فيش عنده اي مصدر للميه وقاعد في حته صحراء وقاعد بيدعي يا رب ارزقني بالميه، يا رب انا بس عايز اشرب، يا رب اولادي الصغيرين، وهو في كرب شديد. واذ فجاه تتوجد له محطة المية أو البير بعد طبعا فترة، أو أنا أكون سبب في توصيل المية باستمرار. أقعد أفكر بقى أنا ربنا اختارني في إجابة كنت سبب دعوة فلان. إيه الشرف ده كله؟ يعني ده شرف وخير ربنا بعته لي أنا قبل كده. كده الشخص ده هيجي له رزقه، المية هتوصل له وكل حاجة هتوصل له رزق. هو أنت بس أنت اللي هتستفيد وأنت اللي هتكون السبب. ربنا يعني بيقول كده إيه، ربنا دل فلان عليك انت تكون السبب. انا مستمتع بالحديث مع حضرتك، بس الاستاذ سامي عمال يقول لي خلاص وقتنا خلص للاسف، الحلقه مع حضرتك بتخلص بسرعه وكمان بتخلص، لسه هنقول الوفاء والرحمه. لا نكمله ان شاء الله في حلقه ثانيه ان شاء الله المره الجايه. نشوف حضرتك على خير في حلقه جديده ان شاء الله. كنا معاكم اعزائي المشاهدين، كانت حلقتنا النهارده مع الدكتوره سامح حزب، كنا بنتكلم فيها عن لقاء الله سبحانه وتعالى وازاي ان احنا ممكن يبقى لنا لقاء مع ربنا في الدنيا قبل ما نروح للقاء ربنا في الاخره. ده يكون بالاعمال الصالحه ان شاء الله. اشوفكم على خير في حلقة.